ليليا اليوم رجعت للشانتي، واللي كيما تعودنا يبدا بتونيزي كاروتاج. تونيزي كاروتاج حسب البلان جديد تستنى فيهم برشا خدمه. في مرحله اولى نحاو زازات البيبان والشباب، وبعد بالترونسونوز ابيتون قصوا الحيوط اللي باش يطيحوهم. اوبيراسيون هذه تعاودت اكثر من مره حسب البلان جديد اللي عملته ليليا. بعد ما كملوا لا تونيزي كاروتاج الخدمه وسط الدار، تعدوا للفاسات البرانيه اللي تطل على دار ام ويام باش يحلوا لونتري جديده. لونتري هذه باش تولي هي المدخل الرئيسي جديد للدار، وهذه اول حلمه باش تحققها ليليا لعائله ويام. ديما في اول ايامات الشانتي يجيونا من صفاقس ايكيب بوديغارد، نحكيو على جروب دانترفونسيون متكون من خيرة الشبان المدربين على حماية الشخصيات والممتلكات. ولاد بوديغارد باش يبقاو في شانتي الحمامات لمدة 24 ساعة على 24، مهمتهم تأمين وحماية فريق العمل والدار. اول ايامات الشانتي الدار ديما تكون فيها معبية بالتكنيسيان. ايكيب وليدة زيري واحدة من ليزيكيب هذو واللي يجيو للشانتي باش يعاودوا الانستالاسيون تاع الماء. في المرحلة الأولى ايكيب سانيتير عداو الجعبة تاع الماء، بعد ركبوا الكوليكتور ملتيكوش. في المرحلة الأخرى ايكيب سانيتير كملوا ركبوا البارتيون كاستري دو شاس واللي دو مارك ان كابي واللي وفرتو عبيد مات. اللي يقول كنوف يقول صرح كبير في عالم الجبس وتركيب البلاكو بلاتر والفو بلافون. اللي يقول كنوف يقول المؤسسة اللي قادرة تقسم لك دارك ولا مؤسستك في أسرع وقت وبأقل تكاليف. باختصار كنوف اليوم اسم قادر يربحك في وقتك وفي فلوسك وفي هرجة المرمى. كيما العادة من السوايع الأولى متاع الصباح بسام وخالد كنوف جاو لدار الحمامات. خالد وبسام ما جاوش وحدهم، جابوا معاهم كاميون معبي بالبلاكو بلاتر ولي كورنيير والسلعة اللازمة لكل تقسيم الدار. خالد وبسام كنوف تستنى فيهم برشا خدمة، وعلى هذا طول دخلوا في صلب الموضوع بعد التنسيق مع ليليا. الكوجينة القديمة وبارتي من السال دو بان القديمة قررت ليليا باش ترجعهم بيت صغار. خالد وبسام كنوف ركبوا لي غاي وفيكساهم في القاعة، وبعد حطوا لي مونتون 70 بالطبيعة سكروا السيباراسيون بالبلاك كنوف ستاندار. نفس الاوبيراسيون هذه تعاودت بين الشامبر انفون والكوجينه جديده، وبين الشامبر انفون والسال دو بان جديده. بالطبيعه بالنسبه للسال دو بان البارتي اللي من الداخل والسقف غلفوهم ولاد كنوف بالبلاك هيدروفوج واللي مصنوعين خصيصا للبلايص اللي فيهم ريسك نتاع هوميديتي. الشامبر بارون قررت ليليا تردها في جهه لونتري القديمه. خالد وبسام كيما العاده حضروا ستركتور، وبعد سكروا السيباراسيون بين الشامبر بارون والصالون بالبلاك ستاندار. الكوجينه جديده، ليليا قررت باش تخليها تحل على صالون، على هذا طلبت من ولاد كنوف انهم يخدموا السيباراسيون تاع البارتي التحتانيه. مهمه ولاد كنوف ما كانتش صعيبه، وفي وقت قصير خدموا السيباراسيون اللي طلبتها الارشيتيك. دير بيغوم واحدة من الشركات اللي أثبتت نفسها في الأسواق التونسية بمنتوجات، اتفقوا كل المختصين في دومين المقاولات والبناء على جودتها وفاعليتها. دير بيغوم اليوم تعتبر الليدر في الليتونشيتي دو باتيمون. كي نحكيو على دير بيغوم اكيد نحكيو على اون لارج جام دو برودوي ديتونشيتي تصنعوا وتطوروا في لي لابوغاتوار نتاع دير بيغوم. زادا كي نحكيو على دير بيغوم نحكيو على لاجام بي اس اف العالمية واللي تمثلها دير بيغوم في تونس، واللي نلقاو فيها des adjuvants de béton ou tout ce qui est étanchéité liquide ou غيره من لي برودوي نتاع الريباراسيون. هذا من غير ما ننساو لي سيمون كول ولي مورتيي كول اللي لصقوا بهم لي كارو دو فايونس والمغبر والرخام والجرانيت واللي يميزوا دير بيغوم على بقيه المنافسين. في دار الحمامات كيما العاده تستنى في لي زابليكاتور نتاع دير بيغوم برشا خدمه. ديما مع بدايه الشانتي يجيونا ايكيب جيني سيفيل باش يصلحوا ويرموا ويربعوا شبابك. قبل ما يبداو الخدمه جاو لي زابليكاتور اكريي نتاع دير بيغوم، زادوا العجنه السيمان ليكسترا لاتكس، برودوي قوي سيمان ويعطيها اكثر صلابه وما يخليش الليقه تتشقق. ولاد جيني سيفي بعجنه السيمان هذه سكروا البارتي القداميه تاع لونتخي القديمه تاع الدار. بالنسبه للبارتي اللي من داخل ولاد كنوف خدموا لها ستركتور، وبعد حطوا ايزولون ام دبليو 35 حتى يضمنوا انه ما عادش يتعدى الصوت. بعد ما كملوا حطوا ليزولون غلفوها بالبلاك ستاندر.
بالنسبة لبيت البانو والكوجينة القدم واللي قررت ليليا باش تردهم بيت الصغار، اليوم إكيب ديربي قوم دخلوا باش يخدموا لها شاب، وعلى هذا جابوا ديربي ليفل. الديربي ليفل مورتيي هيدروليك اوتو نيفلون دو هو نيفو، يعمل غاتراباج دو نيفو ويصلح مشكلة القاعة المصلوبة. برودوي اون بودر نلقاوه في امبالاج 25 كيلو. ولاد ديربي قوم بعد ما كملوا خدموا الشاب خلاوها تشيح وخرجوا للفساد البرانية وين سكروا الباب القديم. الشافعي ديربي قوم باش يسكر الباب القديم بالعتيق. العتيق هو اندوي مونوكوش يخلي الحيط امبيرميابل ونجمو نختارو منه برشا الوان وتكستور. يتخدم اندو كوش باش يعطينا الفينيسيون اللي نحبو عليها. بعد ما كملوا خدموا العتيق تعداو ليكيب تاع ديربي قوم للبارتي اللي مازالت فايونس في الكوجينة القديمة. بالطبيعة لي زابليكاتور اكريين تاع ديربي قوم خدموها بالسيل سيرام. السيل سيرام هو برودوي يعمل راجلياج ويعدل النيفو متاع الحيط، وقادر انه يرجع حيط فايونس حيط عادي كيما في الكا اللي عنا في دار الحمامات. سيد احمد اسمه اقترن بالانستالاسيون متاع الضو. سيد احمد جال دار الحمامات وبدا بحفران الفروات، بعدها ركب البواتات وبدا يعدي في خيوط الضو. سيد احمد باش يعاود الانستالاسيون متاع الضو في الدار الكل. بالطبيعة لي زابليكاتور متاع ديربي قوم سكروا الفروات اللي حفرهم سيد احمد بالماستر ايماكو اس 488. برودوي الباز متاعو سيمان فيبري ويصلح البيتون والحيوط وخاصة كيف يبداو شقوق غارقي. برودوياتهم هي الأحسن، برودوياتهم هي الأفضل، برودوياتهم هي اللي تنسيك في مشكلة الحيوط المقشر. برودوياتهم ما نجمو نقولوا عليها إلا أنها فائقة الجودة. هذه باختصار كي نحكيو على أسترال نحكيو على دي لابوغاتوار دو ريشيرش، مهمتهم إيجاد وتطوير منتجات تنجم تعطيك أفضل الحلول كل مشكل ينجم يعرضك في دارك ولا مؤسستك. أسترال اليوم مش اسم ولا برودوي باش تدهن بيه برك. أسترال اليوم غراس الخبرات وكفاءات تعتبر من أفضل ما هو موجود في عالم البانتور، قدرت أنها توصل لمستوى عالي خلاها تكسب ثقة الكونسوماتور. معز شكري وبقية إكيب توش أختيستيك يعرفوا اللي تستنى فيهم مهمة صعبة، وعلى هذا خدمتهم بدأت بالابليكاسيون بتاع توفي كاشيروج. ماستيك استعملوه الداخل يشارجي مليح إيكونوميك وخدمته سهلة ومتوفر في أمبالاج 25 كيلو. بعد ما كملوا عداو التوفي كاشي روج، ولاد أسترال خدموا التوفي كاشي بلو. ماستيك يستعملوه الداخل فوق التوفي كاشي روج، يشارجي مليح قوي وما يخبش لحيوت ويغطي مليح ومتوفر في أمبالاج 25 كيلو. الحيوت متاع دار الحمامات كلاهم اندي نشوفوهم مقشرة وهابطة كالفارينة. على هذا لي زابليكاتور اغريي متاع ديربي قوم جابوا الماستر سيل 501 واللي هو برودوي بي اس اف الباز متاعو سيمون. ابداو لي زابليكاتور بتنظيف الحيوت وبعد خلطوا الماستر سيل 501 بالماء وبعد خدموا اون دو كوش كروازي. الماستر سيل 501 كيف نستعملوه؟ يدخل في القبة الصغار اللي في وسط الحيط ويعمل بارير، وهكا نضمنوا اللي الماء ما عادش يتعدى جمل. صافا بسام لي زونتراكس من جلينا بريغي صافي. طيب يعطيكم الصحه. سي بون الشركه هذه توا اي تاع بونزور. اهلا برفيق، اهلا برفيق. صافا صافا جيتك في تومبك الخدمه هاك هاو اش عامل فيك بسام؟ لا بسام على روحك في فوق بلافون. ابروبو بربي شي حكيت على فوق بلافون هذا حديد طالع ودنيا اي كلهم كلهم فوق بلافون هذا لي سيستيم تشوف فيه كله كنوف من لي سسبونت. بسام تعطيني خلينا نوري لها يعطيك فريد. الو كل هذوما سيستم يدخل هذايا في الاوردي فما دي سوسبون بور فرينا باغ اكزومبل كان عندنا اون دال بلين ولا حاجه يتبدل السيستم هذا يدخل في البلايص نتاع الاوردي تدخل هكا بارا سويت تشيل بيفوتاسيون هيك الدور وبعدك شنو نكبسوها بيان سور اي بارا سويت ونقصوا بيان سور بيان سور لي تيج هذيا بالاوتور اللي نحبوا عليها هذا يتفهمنا فيه مع الاركيتكت على النيفو نتاع فوق البلافون نحب نعمل اي بارا سويت نركبوا الاكسسوار هذا اللي هو اسمه بيفو فوالا كما قاعد تشوف تو بسام قاعديك بس في لي زيكرو هذيك في الداله واللي سيسبون بيفو حاضرين بار لا سويت فوالا انا باش نسالك على هذي فوالا شي هذي دونك سيستم هذي هو لا ستركتور ميتاليك اسمها فورول هي اللي تهز لي بلاك باش نعملوا بشكل بها السقف هذا كله اللي اسمه فماش دو لا لوميير مي نجمو نعملو فيه دي فاسون ديفيرونس نجمو نكون نعملو دي نيفو هابدين طالعين نحطو دي كاش لوميير بيريفيريك ولافونتاج الاخر اللي هو نجمو نهبطو فيه قد ما نحبو راني نشوف ديجا هوني
لهنا فما 20 سنتيمتر تنجم يهبط حتى ل 1 متر براتيكمون نفس الستركتور والافونتاج الاخر سي كو نجم باغ اكزومبل تري فاسيل باش نطيحو نعاودو راك موديل واحد اخر نتاع ديفو بلافون بي رفيقي انا خليك خلينا نمشي نشوف شمال دير بيغوم زيد بين وصلو عندي ما نحكي معاهم خشوا بسام حتى انا نعمل لك باهي اوكي تعيشك هاي ميرسي بوكو. بعد ما كملوا تقسيم الدار تعداوا ولاد كنوف لسقف الشامبر بارون وخدموا فوق بلافون واللي متكون من اكثر من كومبوزون كنوف وهذا حتى نضمنوا انه كل قطعه تركب مع اختها وانه الفوق بلافون يكون في احسن حاله ويدوم سنين. اكيب كنوف خدمتهم مشات بريتم سريع وبرشا صنع. خالد وبسام كنوف بعد ما كملوا خدموا المطلوب منهم تعداوا الفينيسيون ركبوا لي كورنيير في لي زونغل نتاع الحيوط باش يحميهم من لي شوك وخدموا جوانتاج بجوان فيلر كنوف وبالطبيعه كملوا الفينيسيون تركيب بوندا بابي. بعدها دخل الشافع البيت البانو جديدة متاع دار الحمامات باش يخدم لها ليتونشيتي. من الأول عدى بالبروس الديربيكوت فوق القاع. الديربيكوت هو بخيمير داكروشاش يجي تحت لي غولو اس بي 4 واللي لازمهم يركبوا الزوز فوق بعضهم حتى نضمنوا ايتونشيتي كاملة للدار. فوق الديربيكوت ولا الديربيكوم لصقوا بالنار لي غولو اس بي 4. لي غولو اس بي 4 هما مومبران ديتونشيتي ديربيكوم محمية منها فيها بالألومنيوم والجارانتي نتاعها 10 سنين. بالنسبة للفاسات الجديدة متاع الدار القاعة متاعها فيها برشا شقوقات وبرشا مشاكل. الشافعي خذ الماستر ايماكو اس 488 وخدمه فوق القاعة. الشافعي زو ساعتك هو كمل هذه يدخل داخل. الله يعينك شافعي. اهلا بيك. اهلا بيك سافا. شحويلك. كيف عليك؟ سافا. الحمد لله. ها شو عملت رجال؟ والله انا قاعدين نخدموا. اي ابخوبو بربي اماني انا عملت طله توا لداخل. اي. يا اخي لي تونشيتي وليتو تعملوه في السلدو خاطر اول مره راه الحكايه. لا لازم نعمل لي تونشيتي في السلدو خاطر انتم استانستوا بلي تونشيتي ديما في التواتور. أه؟ اما السلدو خاصه في ليزيتاج لازم نعملوا لي تونشيتي باش ما يتعداش الماء اي سباس فيه ماء لازم نعملوا لي تونشيتي نتاعو. فهمتك. وفي الدار هذه باش نخدموا لي تونشيتي بالسبيكات ديال بيغا. داكوغ. دونك فما ان برودوي قلت لي عليه بكري وين هكا داخله ديربي حاجه ابار ديربي جول ديربيكوت ديربيكوت هذاك البريمير ديربيكوت هو البرودوي اللي نعملوه قبل ليتونشيتي باش هو يضمن لك لوشاج تاع ليتونشيتي باش تلصق بالباهي على السوبور. مي بالنسبه للدار هذه شنو الحاجات اللي زتوهم بارابور للدار الاخرين والا لو ميم سيستيم قعدتوا تخدموا به؟ احنا اكثر حاجه قاعدين ديما نتعرضوا لها في دايبيكو ولا حتى في المارشي اللي لي زاجيتيك تطلبوا منا ديما اللي الفايونس يحبوا يلدوه. دونك في الدار هذه خدمنا برشا سيكسيرام باسكو فما كان عندنا بزوان في عند الارشيتكت انه نحيو الحيط الفايونس نردو حيط. فهمت. وخدمنا كالعاده خدمنا بالاكسالاتكس باش سكرنا لي فورو وجبنا الكارتاكو سيراميك سيمونكول والكارومور باش يلصقوا لي كارو فايون البارتير في القاعه والفايونس في الحيط وجبنا لهم الكارو جوان باش يمرقوا حسب الدوموند في الكولور اللي طلبوا. انتم تكملوا بعضكم انتم الكارتاكو سيراميك بالطبيعه هذاك عليه ديجا نحب نسالك اسكو الشيف فاش ليه يعمل من بكري فاش تعمل يا شيف؟ في الدار هذه فما كيما تشوف في المدخل فما شاب لازم تتصب. عندنا البرودوي الماستر ايماكو اس 488 اللي مستانسين نسكروا به لي فورو ونصلحوا العرس ونصلحوا البودرات. المره هذه انا نخدموا به في الشاب على خاطر يشيح فيسا ويوصل ليزيستونس كبيره باش نجموا لكن نصيبوا لاكسي في الباب دونتري. انا ديما عندي مشكله كي نشوف هكا نبدا ماذا بيا نحط سيقي عرفت نشوف الطبعه بتاع سيقي العباد الكل ابارامون لا ابارامون كي مش يشيح فيسا مش دخلت عليها الحكايه. اي بالطبيعه هو يشيح ساعتين ويبدا يشيح بعد 4 سوايع سيد هكا شي معناها سي بون شافعي مش فسد لك خدمتك للاسف. ان توكا زين انا خليكم تكملوا قضيتكم دنيتكم شافعي ربي يعينك يعطيكم الصحه ميرسي بوكو علي يا توتال عايشك باي باي. بافضل واجود واحسن انواع الكغي والفايونس افيك اون فاست جام من احسن ما تنجم تلقاه في دومين السيراميك. بغريو فايونس فيهم اللي يجمع بين العراقه والتاريخ والتقاليد التونسيه وفيهم اللي تلقى فيه روح وزخارف متوسطيه مواكبه لاخر الصيحات في عالم السيراميك. يجيونا ايكيب كارتاغو سيراميك. ليليا الارشيتكت اختارت مجموعه من اخر كوليكسيون تاع غري دون لاماس وفايونس نتاع كارتاغو سيراميك. قبل تركيب الغري والفايونس لي زابليكاتور نتاع ديربيغون حضروا المعز بقية ليكيب متاع كارتاغو سيراميك عجنة السيمون كول اللي باش يركبوا بها الكغي في القاعة. مع السيمون كول كملوا حضروا خلطة الكارومور واللي باش يركبوا بها الفايونس فوق البارتي الياجور. ليليا اختارت للقاعة متاع الدار الكل
بخلاف لي دو شامبر اكوشي غري دون لا ماس سوفت غري ريكتيفيي 60-60. بالنسبة لبيوت النوم، إكيب عام فوزي ركبوا بالسيمون كول متاع ديربيغون غري روستيكو بيج ريكتيفيي 30-60. الحيط متاع الكوجينة ولات كارتاغو سيراميك ركبوا بالكاروميور متاع ديربيغون غري ديكور بيدرا غري ريكتيفيي 30-60. في السال دو بان معز بقيت ولاد كارتاغو سيراميك لصقوا بالكاروكول متاع ديربيغون فايونس من اخر كوليكسيون كارتاغو سيراميك نحكيو على الزليج بلو كليري فرونسي والديكور متاعو. الخدمة متاع كارتاغو سيراميك تقريب كملت في الدار وجاء الوقت اللي ولاد ديربيغون باش يمرقوا القاعة والحيط. على هذا الشيف عقيد إكيب ديربيغون مرقوا القاعة بالكارو جوان غري اي بيج. ماتريال وماكينات متطورة، دي تكنيسيان ودي ديزاينور مواكبين لاخر الصيحات في عالم الالومنيوم. يجيونا ارمادة تيمبو. تيمبو رغم عمرها صغير الا انه فيها مجموعه متكامله من لي جون وفوا خبرتهم حتى يعطيوا التيمبو ليماج الكبيره اللي عندها اليوم. بيرغولا غارد كور دي رومبيسكالي يتميزوا بجوده كبيره وفيهم مراعاه للمقدره الشرائيه متاع المواطن. اليوم تيمبو تعتبر احسن حل لكل واحد يخمم باش يعمل تحسينات في داره ولا شريكته. مناعي كريم وجد اليوم باش يركبوا في دار الحمامات بوكو دو ديتاي اللي باش تزيد تعطي لدار اسامه ويام برشا زينه. في الكوجينه اكيب مناعي ركبوا شباك كوليسون لاكيف النوار ومعاه باللار سابلي. البارتي اللي تفصل الكوجينه على الصاله ولات تيمبو ركبوا فيها سيباراسيون اون نوار افيك فيتري كلير. بجنب باب لونتري ركبوا شباك على فرونسيز في البلون معاه باللار ستوب سول سوبر سيلفر 6 مليمتر. بالنسبه للبارتي اللي تحت الدروج اللي طلبت من تيمبو يركبوا لها باب على فرونسيز في البلون ومعاه فيتر سابلي. البقعه اللي تحت الدروج باغ اكزومبل انيسيالمون بنتها كانت تبيت غاديكا معناتها الفرشه كان غاديكا توا ولات اون انكس معناتها اون تيت بيس بيت مونا بيت قربج بيت اللي هي صغرونه مي تبارك الله تهز بالقدام. في السالدو مناعي وبقيه ليكيب ركبوا فيها شباك لا فرونسيز في البلون البلار نتاعو سابلي. بالنسبه للبيت الصغار ركبوا لها شباك كوليسون معاه بلار ستوب سول سوبر سيلفر 6 مليمتر. نفس الشيء بالنسبه للشامبر بارون ولات تيمبو ركبوا شباك كوليسون لاكي اون بلون. اما المره هذه خاطر شباك جاء على الطريق اختارت ليليا تركب له دوبل فيتراج بلار ستوب سول سوبر سيلفر وبلار كلير. وهكا نجمت ليليا تلقى حل باش تنقص من حس الكماين والكراهب اللي يتعداو في اللوتوروت. ليليا انا جينيك الحمامات. مرحبا عشان نتابع في الاولاد من الصباح تشم الصحه. لا مناي وكيب نتاعو يعطيهم صحة قريب يكملوا هوني قال لي يخدموا الفينيسيون قال لي بكري راه بريسك كملنا عملنا تشيك اب على كل شيء. بون هذا كيما في شغل لازم شوية في الأخر يكملوا بالأخص وين فما عوج عباو الفراغ نتاع البيتون عباو بالبوليموس وبعد فينيسوا مساحة نظيفة الخدمة نظيفة بالبدا بالبدا. ايه انت يعطيك الصحة في الخدمة كيفاش خدمتها هذه هوني عملنا شباك سامبل فيتراج على خاطر في وسط طلبت الدوبل فيتراج بالنسبة للبيت اللي تحل على الكيس. ما فماش برشا حس لا لا الكيس غاديك برشا برشا موفمون برشا 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 موفمون من الأول ديجا عديناه قبل الكوماندا الرسمية عديناه وحده وعديناه دوبل فيتراج ديجا حتى كي تستيناه توا تسكر تحل في الكوليسون ما فماش مشاكل. ايوا انت تعرف الابار هذا تنجم تخدم معنا توسكي بلار لي سيباراسيون اون فير لازم تجي تشوف البرودوي الجديد اللي عملنا نتاع كوليسون
هاي لي بروفيل جدد لازم تجي تعمل طلب بحدنا في شرقية ان شاء الله. وانت في وعدتك ان شاء الله. ديجا تعرف اللي عندنا في ساحلين، عندنا في زغوان، عندنا في جربة، وعندنا في اريانا شوروم، وان شاء الله شويه بشويه نحلوا في المناطق الكل. كل شيء تخدموا كل شيء كو سوسوا لي فنيت ولا لي بيرغو، كل شيء على الكم تراب الموري. كل شيء نعملوا لي سيباراسيون انت لي زون في نور اي نون في نور. هذا في القاوي كلنا تو استعملت اون سيباراسيون، خدمنا مع بعضنا ديجا اون سيباراسيون هنا. بون ماشي بين زون فيمور مش فيمور في الكا هذا بين صالون الكوجينا، عطات ضويت برشا الكوجينا وضويت حتى الداخل في وسط الصالون. بعد ما كملوا الابليكاسيون نتاع الماستيك ولات توش ارتستيك بالنسبه للسقوفات نتاع الدار، اختارت لهم ليليا الاركيتكت لاسترالا تكس بلون، دهن يتخلط بالماء ابيض ناصع يتنظف فيسع ولونه ما يصفرش، نختموا بيه من برا ومن الداخل. هكا معز بقيت ولاد أسترا ما بقى لهم كان لابليكاسيون دي كولور ويكملوا خدمة الانتيريور. كوجينات عطاو بعد آخر لدار ديكو، كوجينات فيها كل ما تتمناه، مرا صنافة ومغرومة بالكوجينة، كوجينات تعمل 66 كيف ومن وراء العقل. هذا تقديم صغير للاسم تخلب قوة معانا في دار ديكو، نحكيو على شريف أغبوة. أغبوة ودوا العائلات اللي شاركت معنا في دار ديكو بكوجينات أقل ما نجم نقولوا عليها أنها كوجينات بمواصفات عالمية. كوجينة بتاع أغبوة نجم تركبها وحدك وتنجم في وقت قصير تحط كل إليمون في بلاستو من غير ما تكلف روحك مصروف خلاص تكنيسيان اللي بشي ركبها لك. الأوبيراسيون هذه اسمها كويزين أونكيت. بالنسبة لدار حمامات، إكيب أربوة ركبوا كوجينة on MDF ستراتيفية، كوجينة في الروج و إفي دو بوا. البيبان بتاعها كيما العادة بالفريناج و لي تيغوار افيك سيستيم تندم بوكس. بالطبيعة الكوجينات اللي يجيبوهم إكيب أربوة الكلهم افيك دي بوانيي كرومي. هاني نشوف النتيجة هذه بتاع الكوجينة، أنا أول مرة نخدم معاكم فريمون بارفي. دونك كيما اخترت أنت في البلان عملني لك كونسيبسيون هذه، عملني لك في ام دي اف ستراتيفي في الروج بوردو في بوا، كيما زاد حبيت أنت سيستيم دو فرانيج في التيروار، إن شاء الله تكون عجبتك. عجبتني أنا ليماج ديجا مازالت موجودة. لا كونسيبسيون 3 دي مزيانة، لو روندو مزيان، معناتها وفي صح حضرت. هذاك أهم حاجة. معناتها ديما كيفاش الشيف أربوا ديما يكونوا رابيد ساتيسفاكسيون تاع الكليانتيل نتاعنا. انا ساتيسفيت هنا حاجه عاديه، راهو الرابيديتي والسرعه في الانجاز وفي التركيب كما شفت انت عندنا احنا ماشي فريمون تري رابيد، ماشي يعني حاجه كما نقولوا احنا باش نقول سيت ان اوبسيون ولا حاجه، فهمتني، حاجه تري نورمال. نبيعوا الكوجينا اون كويزين اون كيت، انا السعر تكرك في الكوزين اون كيت غلط فيك، حسبت تبع ليكيب نتاعنا، فهمتني. انا جربت معناتها انا جربت الاكسبيريونس هذه سهله، معناتها لو مانيوال ليزيبل اللي تقرا سهل، معناتها اي واحد بريكولور حتى لو كان ماهوش بريكولور بالكدا ينجم يركبها. معناتها قريت لو مانيوال، عندي لي زاكسيسوار، لو نومبر داكسيسوار موجود، واضح كل حاجه باش وحتى انا راني مراه وحدي سيتي تري فاسيل، معناتها ما حاجتيش بجهد كبير. واحنا هذاك علاش عملناها الكوزين اون كيت، باش اي واحد ما نقولوش كان راجل ينجم يركب ولا بوزور ولا اي حاجه، تنجم حتى مراه تاخذ الكوزين نتاعها اون كيت، تلقى لي بلون، تلقى كل شيء. اي انسان كما قلت انت صعبت عليه ولا يحب يتحصل علينا ولا حاجه، موجودين على الباج فيسبوك نتاعنا شريف أربوة، يدخل الباج نتاعنا يلقى كل شيء، لي كولور، الشوا نتاع لي كوزين نتاعنا، كل شيء موجود. دونك وانا كان حرت وما نجمش تحصل عليكم على الفيسبوك ولا حاجه، راني نشوف عندك نمبر تليفون مقيد في المريول. التليفون نتاعنا 74 407 3 0، سهله 0 0 0 صحيح، والا 26 717 717. ديما نمرو ساهل، انا باش نكلمكم، عندي خدمه على صفاقس، فهمت، عندي شنطه على صفاقس، بيان سور تعرفوني دار صفاقس، واضح، معناتها عندي شنطه على صفاقس، دونك ان شاء الله نخدموا بعضنا. مرحبا، كي نجي غادي كنكلمكم نهزكم الشنطه نشوفوا ونخدموا سيتنا وكل شيء. مرحبا بك، عايشك يعطيك الصحه. عايشك. عبيد مونديال ايكيبمون اي ديستريبيسيون، كل ما يدخلوا على بيت بانو يخرجوها في احلى حله. هذه شاوروم المنيله، واحده من اجمل لي شاوروم اللي تنجموا تزوروها، فيها كل حاجه تحلم تركبها في بيت البانو نتاعك. ايكيبمون سانيتير بجوده عاليه،
روبيناتري دو مارك مارياني بمواصفات عالمية وتجهيزات المسابح بأثمان غير قابلة للمنافسة. الحديث المدة هذه عند المختصين الكل في دومين السانيتير على جديد عبيد مات، واللي هما لروبيني من ماركتها الإيطالية مارياني، واللي تعتبر بيجو حقيقي زين بيت البانو متاعك ويعطيها لوك رائع. الجارانتي متاع الميتيجور مارياني 5 سنين. Nous sommes nés en 1966, donc aujourd'hui nous avons 53 ans. 53 ans d'expérience, de travail sérieux pour atteindre des résultats qui sont, je pense, importants. On a toujours eu la philosophie de s'améliorer et surtout de travailler avec passion pour notre travail. Et je pense que les résultats nous ont donné satisfaction. On a consacré beaucoup de notre activité pour créer des produits qui soient utiles, pratiques, soit au niveau du design toujours mis au jour. Disons, dans ces temps, on a un peu élargi la gamme des produits parce qu'il était nécessaire par rapport aux solutions modernes, disons, des baignoires, des salles de bain, des douches comme ça. Donc, le choix d'Abidmed, c'est une réponse facile, dans le sens qu'on a trouvé des personnes très professionnelles, très préparées, très active et d'une façon très amicale, nous sommes bien trouvés tout de suite et nous pensons qu'avec eux on peut construire un futur important. Il y a une histoire dans deux pays comme la Tunisie et l'Italie de culture que c'est vraiment une histoire importante. من شاوروم المنيلة الثنية والوجه الحمامات، اليوم اكيب وليد الزيري باش يركبوا كوفات سوسبوندو سيريس ماليولي. ركبوا زادة في بيت البانو موبل سال دو بان، وفوقوا حطوا فاسك فانيتي دو ديمونسيون 85 سنتيمتر. وكيما العادة بالنسبة للروبيناتري، عبيد ماد ودت عايلة الحمامات دي روبيني من ماركتها الجديدة الإيطالية مارياني، وركبوا كولون دو دوش، وركبوا ميتي جور دو تواليت. السانيتير اللي ركبته عبيد مات الجارانتي متاعو 25 سنة. بعد تركيب السانيتير إكيب وليد تزيري ما بقالهم كان باش يركبوا ليفي أونكاستري أوني نوكس متاع الكوجينا والميتيجور متاعو. اليوم وصلنا لشانتي الحمامات، ليزيكيبمون سانيتير اللي اختارتهم ليليا الأرشيتكت. بالنسبة للسال دو بان بدا وليد بتركيب الشاسة أونكاستري، كمل اليوم ركب كوفيت سيسبوندو سيري سامانيولي افيك أباتون سوفت كلوز، وركب معها البلاك دو شاس انكابي، وكمل بتركيب الموبل سال دو بان ومعها فاس دو ديمونسيون 85، وكمل وليد بتركيب روبينيتري اللي هو سيري ارتيك في الماركه نتاعنا الايطاليه مارياني. دونك راكب ميتيجور دو لابابو، ميتيجور دو تواليت، وميتيجور دو دوش، ومعاه كولون دو دوش. بو بلوس دانفو تنجمو تلقاوهم على السيت نتاعنا www.abidmed.com، والا على الباج فيسبوك نتاعنا عبيد مونديال ايكيبمون اي ديستريبيسيون. كيما تنجمو تلقاونا في لي شوروم نتاعنا في المنيهله، والا في صفاقس، والا شي تو لي ريفوندور عبيد ماد من بنزرت بن كردان. كانت هذه ليفريزون الحمامات، والا بروشين مع داري ديكو في حلقه جديده وبروجي جديد. هاي اونفان كملت الدق. الحمد لله. لا تعدى بي حتى الوقت في ساعة ما متسماش طولنا برشا. وراي اون فيت هي دار بطبيعتها ضاوية، معناها في فتروح فوالا، وبس حسيتها ياسر رضويت، معناتها ياسر زاد رضويت بالغوفيتمون. هي خاطر محلولة على بعضها الغوفيتمون هذا اللي في بيتون سيغي غري ماهوش غامق بالكل. ايه. اللي كلير زاد ضويها. جوستومون أنت من الأول كيف قلت لي حبيتها معناها الكل نعمل أن سول أرتيكل معناها يمشي في الدار كاملة، دونك أنا جتي بروبوزي دونك برشا أنت باغميو اخترت c'est une dalle de 60-60 اللي توسع الاسباس تضويه تكبره. هو ديجا اللي محلول على بعضه كله خدمته لا ميم بيس معناتها 60-60. اون بلوس اللي ريكتيفي معناها دونك كيف يركب انت كيما ركبوا لهنا افيك ان بتي جوان دونك يعطي الارجيسمون للاسباس تظهر اون ديغي معناها اون سول بيس دو بيتون سيغي. اون بلوس انا جي ايمي لو مارياج اللي انت عملته في الكوزين افيك خاطر انت كملت السول افيك لو سوفت غري 60-60. كونتينيتي مع السول هو البرودوي. وجي ايمي لو لا
كريدونس اللي انت اخترت لها ان اوتر ستايل ان اوتر فورمال اللي هي البيدرا سي لو ديكور دو بيدرا 30 60 دونك سي دو غري دون لا ماس كيف كيف دونك ان ارتيكل جديد نتاعنا دونك انت تو لا تو ا شوازي سولمون لو ديكور بيان كو فما معناها لو كلير اي لو فونسي فوالا هذاك سي ان شوا معناتها انا حبيت نعمل كل ديكور ما يظهر حتى الموتيف نتاعو اللي فيه معناتها دي ريكتانجل اللي هما انتر لو ستري اي لو ليس اللي فيه معناتها شويه ان في ان ريليف اي سورتو معناتها لا تيكستور دو لا بيير معناها اللي تظهر بالكدا خاطر فيه كونتراست بين لو كلير فوالا جو دو كولور بين لو كلير اي لو فونسي دونك افيك اون كوزين بوردو اي بوا مش يعطيك اميرفي معناها انا خرج لي معناتها ان ريزولتا مزيان فريمون و دون لي شامبر انت تو ا فولو ان بو شالور دونك اي فوالا تو ا بدلت لي في باركي لي في بوا اللي انت حطيت معناتها البلوك دو نوي وحده افيك ان ستايل دو باركي روستيك ا بيج هوني ما عملت الدار كامله افيك لو ستاف اي سورتو معناها لو في بوا اللي هو يعطي شالور معناها لي سباس ادفى سورتو عندي صغيرات وكل شيء ما حبيتش يقعد لي ان اسباس نوتر كيف ما الكل دونك لو كونتراست افيك لي في بوا يدفي شويه لو سول معناتها افيك ان بيتي تابي ولا حاجه لي سباس يدفي نمشيو نشوفوا لا نوفوتي في لا سال دو بوا جديد عاد اكسكلوزيف لك انت هاي بزي هاي رشا حتى في السول كملت وبيد وانا او نيفو دو لا سال دو بان بالغري هذي هاي قلت لك انا جي ايمي اللي انت تو اوتيليزي معناها لو سوفت غري بور توت لا ميزون معناتها بيان كو حتى سال دو بان صغيره مي انت حبيت تعمل كونتينيتي حتى سيفلي ما عملتش كله تابع بعضه تابع بعض بقول لك كيما هو خاطر سورتو معناتها ريكتيفي دونك نجم يمشي كل مع بعضه افيك ان بيتي جوا اي سورتو لا كولور معناها نتاعو ياسر تضوي في الاسباس هذه سال دو بان صغيره راه عرضها فريمون صغرونا على الاخر فهمت دونك انا جي ايمي زاد لا كومبينيزون اللي عملتها افيك لو ريفيتمون هذا ميغال جديد اللي هو زيليج بلو دونك سي اون نوفوتي دو كارتاغو اللي هي 25 زين معناتها la qualité nteo et le nteo on dirait ancien la qualité la texture mais surtout le zélige bleu clair et le zélige hata bleu foncé donc يمشي مع البيتون سيري les couleurs elles sont très très claires très soft manière très tendance justement et surtout زاد le contraste اللي عملته وانت بالديكور j'ai aimé donc le décor نتاع zélige اللي هو فيه des carreaux de patchwork et surtout la contraste نتاع les couleurs اللي فيها معناتها entre le bleu le jaune l'orangé اللي فايق شويه معناها انت tu aimes déjà في لي جونتي نتاعك كل كنت ديما لي كولور انا جيم بيان لو ستايل العربي دونك جي روتروفي parmi les produits et donc ma j'ai sélectionné d'ailleurs هذا لازيد فيه لو ستايل العربي لازيد فيه لا كولور بلو احنا تعرف فيه احنا الداريين في حمامات وكل شيء فيها شويه من كولور فيها غابيل على اللاج على هذاك لو بلو موجود معناتها d'ailleurs انا وصيت quelques articles باش نوريهم pour le شانتي نتاعك ديجا جبت لك راني في الكهرباء نوريهم لي معز شكري ونبيل وبقيت ولاد أستغال بعد ما شاحوا لزامبريسيون تعدوا المرحلة لزابليكاسيون دي كولور معز ابدا بالشامبر بارون واللي اخترت لها ليليا لكو أستغال مات غريش كلير بالنسبة للمور ديكوراتيف اختارت تخدمه ليليا بالاكواستخال مات بوردو الاكواستخال مات كما نعرفه هو دهن مات يتخلط بالماء موجود في الأبيض وفي أكثر من 5000 لون على ماشينات انتي Donc le rouge bordeaux donc موجود اللي هو في الصالون في الكوزين avec le noir le gris et tout une touche de doré et كل donc c'est pour avoir un caractère للبلاصه الشامبر انفون شكري دهنا باللاكالو غري دهن لاكي لامع ونصف لامع يتخلط بالماء ما فيهش ريحه وما يصفارش وينظف ويشيح بسهوله نلقاوه في اكثر من 5000 لون على ماشينه تانتي استغال وموجود في امبالاج ب 16.4075 لتر الصالة بتاع دار الحمامات ليلى اختارت لها لاكواستخال مات بيج بالنسبة للحيط اللي بشي جي وراء التيت دولي ليلى اختارت له لاكواستخال مات أوبرجين لاكواستخال مات هو دهن مات يتخلط بالماء موجود في الأبيض وفي أكثر من 5000 لون على ماشينة تانتي أستغال بعد ما كملوا إكيبتوش أرتيستيك لانتيريور تعدوا للفساد متاع الدار ولي أسترال اختارت تخدمها بالبريموريكس محمد دوك بالنسبه للكا هذا اللي نشوفوه ديما تو باغ اكزومبل معز باش يغراتي الحيط وبعد كده باش يعاود يدهن فانتو
دونك هو مش باش يدهن ديريكتومون بالبانتور، هو ساعات الفينومين هذا موجود عندنا في تونس برشا، اللي فساد الكل تلقاه موجود. دونك باش نصلحوه لازمنا نعرفوا الفينومين مناش نستعملوا، يخدموا بلوزير كوش معناها تاع بانتور فوق بعضهم، كوش فوق كوش حتى يولي سوربريسور للبانتور. هو جيد ونبرب صداح يعطيك الصحة بالضبط. دونك هو لهنا ساعات لازمنا نخدموا سيستم كامل، نعملوا جراتاج، نعملوا كوش دامبريسيون ولا فيكساتور، سان فيكساتور سيبور اللي هو البريموريكس، على خاطر ديجا من بعد الجراتاج بلي لحظة معز ديجا كان تشوف هكا شفت هالغبرة؟ أي غبرة هذه. تخف فيكون كذي، تخف فيكون يمسح البش وكل شيء. بالضبط. دونك ثلاث حاجات ما تحبش بشي. ما تحبهمش البانتور اللي هما الهوميديتي والسخانة والغبرة. دونك مش تدهن انت ديريكتومون على الغبره لهنا، البانتور مش تطيح، ثاني ما عملنا حتى شيء. باش تسيب روحها كيما تو. يعطيك الصحة. دونك لازمنا هنا نعملوا فيكساتور سيبور اللي هو البريموريكس، بعد الكراتاج نعملوا البريموريكس اللي مش عاملين فيكساسيون سيبور، راك الغبره هذيك تولي ما عادش موجوده تتفكس في السيبور ويقوى السيبور. والدهينه الجديده تكبش فيها. يعطيك الصحة، تتنحى لك الغبره اللي موجوده ومن بعد نخدموا البانتور ديفينيسيون. بالنسبة للبريموريكس راهو ما يخدمش كان في الكا هذه برك. ديجا احنا لهنا اخترنا البريموريكس على خاطر بقعة قريبة للبحر. أول حاجة يعمل لنا فيكساسيون سيبور. إذا كان عندك حتى هوميديتي صغيرة ولا السيبور نتاعك مبلول شوية ما يقلقش تخدم البريموريكس، ما يقلقوش ما يصير له حتى شيء. وميم طون زادة في بقعة على البحر، زادة احنا لهنا في الحمامات، ساعات تلقى أكل البيوضية هذيك أكل الملوحية نتاع البحر تلقاها في السيبور. تلقى محوقة حاجة تلقاها. يعطيك صحة كي بيضة هذيك تبدو شابة بيضة. دونك البريموريكس ينحيها هذيك ما عادش تولي موجودة. ويحضر لنا السيبور ونخدموا ديريكتومون الفينيسيون. لهنا الفينيسيون باش نخدموا لاستراليتكس اتش بي سي اللي هو سبيسيالمون للفساد. اكستيريور. اكستيريور سبيسيالمون للفساد. اتش بي سي شنو نقصدوا بها؟ معناها او بوفوار كوفرون. يغطينا بالكدا سيبور. بوفوار كوفرون نتاعو كبيره برشا، معناها يغطي بالكدا في دو كوش يخرج السيبور نتاعك مريق. بلونشور اكلاتون. معناها بلونشور نتاعو. ديما في البلون كهو فما؟ لا موجود في البلون وموجود زاد باز ماشينة تنتي. موجود باز ماشينة تنتي في الالوان الكل اللي تختارهم في استرا. وميم طون ديورابل. حتى لي دو برودوي نجمو نخدموهم في الانتيريور، حتى البريموريكس نجمو نخدموه في الانتيريور كي فما شويه هكا بالضبط. اذا كان عندك مشاكل في الانتيريور نتاع هوميديتي صغيره نتاع بانتور قديمه فارينونت ولا سيبور تاع بالليقه تاعبك كذا تنجم تخدم بريموريكس، اما لازم تفرش القاع نتاعك بالكدا. والابليكاسيون نتاعو سامبل معناتها ابليكاسيون سامبل برولو موجود 15 لتر البريموريكس وموجود 4.5 لتر اللي هما كان عندك معناها سيرفاس صغيره ولا حاجه. دونك لهنا لا المشكل ما عادش يعاود ان شاء الله مش نحالك المشاكل جارانتي من عندك ان شاء الله. مريق الامور واضحه. نعملوا طلع لداخل على اللونفي ونوصلوا. هاي نمشي. يعطيك الصحه. البريموريكس امبرسيون بري ان امبلوا يتخدم اما بالغولو ولا بالبانسو وموجود في امبالاج 4.5 و 15 لتر ويتخدم البرا والداخل. بعد ما كملوا ولاد استخال عداوا البريموريكس كملوا الخدمه بالابليكاسيون تاع الهاش بي سي. الهاش بي سي هو دهن ايتونش وريزيستون يغطي مليح ويطاوع مع الفيسور وعنده اوت بوفوار دو كوفرونس ويدوم برشا ونلقاوه موجود في امبالاج 23 كيلو. بالضحكة اللي عودنا بها والجو اللي فيه برشا حب واحترام جاء عم حسن. عم حسن أحسن ممثل الماركة التجارية ألفا ستيل. ألفا ستيل الشريك اللي أعطى داري ديكو إضافة جمالية رائعة. عم حسن ألفا ستيل كيما العادة ماهوش باش يبخل علينا واليوم في دار الحمامات باش يركب دي بلاك دو فينيسيون اون توندونس وبمواصفات ممتازة. عم حسن كمل عمل دورة في الدار وركب ليزانتيريبتور ولي بلاك حسب لون الحيط. بالطبيعة لي بلاك بعد ما ركبوا عطاو برشا فيانة على ديكور الدار. الادريس نتاعو ساهلة المنيهلة سكرة سوسة ولا نبل. لي برودوي نتاعو ما عندناش فيهم نقاش ويعتبروا من أحسن وأفضل ما هو موجود. بوا دو فيوليت بدي سالون مخدومة بأجود أنواع الخشب وبأحسن أنواع الموس وبدي بخي غير قابلة للمنافسة. نجمو نقولوا اللي صنع طاو روح أخرى لداري ديكو. في دار الحمامات إكيب بوا دو فيوليت جابوا سالون كولور نتاعها عطا برشا تناسق مع لي كولور نتاع بيت الصالة والديكور الموجود، مما عطا للسالون أسبي شيك وراقي. عم حسن سي؟ أهلا بليليا. أنا كملت ولميت النصبة نتاعي ومروح. ربي عينك. وتوا باش نحكي لك على الشوا اللي حطيته أنا سبيفون دهينة اللي اخترتها أنت. ما غير ما تشاورني أنا. زيد شوية ما ليش. لا باهي. اشتيك دانتيريور زيد. باهي اسمع. شو في الشامبر الأولانية نتاع الصغار حطيت أنوار ميتاليزي. تحب نوريك؟ هو لو مور ديجا إلي أون غري. باهي. هذا بحذانا أنا محسن.
الله يبارك. دونك نوار ميتاليزي اللي هو هذا. باهي ديجا لو مور اي انغري. باهي اوكي اوكي مليك. يعطيك الصحة. في الكويزين بون ما بعتش برشا في الكويزين نوار هاو. انا في الصاله بتبعت الحال روج هاك شفتوا روج بوردو مزيان يعجبني سي لا ديسكريسيون تاعو مع الحيط هذايا ولا ما عادش يظهر لا وحتى الصاله هاو فيها الوحدين الاحمر هذوما والحيط بوردو والحيط بوردو ما يظهرش اللي ركبته جاي قد قد دونك روج بوردو نوار بيت النوم يا عم بيت النوم مشيتش نشوفها لا لا تهنا اختارت الكلون مزيان اللي هو ايفي بوا اوغزور ماهوش نوار هذا لا لا مش نوار ايفي بوا غامق شويه هذاك لك هكا هاو تاهو وبطبيعه الحال في السال دو عملنا ايتونش 3 مودي جاونا باهي معناها النقوز النقوز هذايا 7048 ريفرنس تاعو في السيري الفا ياخذ فاز ونوتر كيما تشوف يركب ديريكتومون في البواتي اي يركب سير مونتور كيما البوتون كيما الانتربتور اي بالضبط فهمتي حتى نركبوه تو سويت ونجربوه تسمعوا ينقص مزيان ولا هكا كبار واش يعجبك وتعمل كيف عليه عايشك يا محسن يعطيك الصحه باش نركب النقوز والروحه كاوي اذا كملت ربعينك كملنا بيان سور هاي جيب هاي نركبوا النقوز هاي توريني كيفاش مجموعة من اللي غرافيست صناعية اللي وظفوا خبرتهم الكبيرة حتى يحافظوا على البلاصة الكبيرة اللي وصلت لها سوتيفاب اليوم عند حرفائها. سوتيفاب كما العادة الموبل متاعها يكون كان بأجود أنواع الخشب وبديزاين في مراوحة ذكية بين الكلاسيكي والمودرن. يجيونا اليوم من قصر أهلين حسام وأمين سوتيفاب باش يركبوا في دار الحمامات الموبل اللي طلبته ليليا الأرشيتكت. بالنسبة للشامبر انفون اختارت ليليا شامبر اكوشي توين. حسام وامين ركبوا فرش في تروا لي فوق بعضهم افيك اسكالي في دي بتي تيغوار دو رانجمون. مع الفرش زادوا ركبوا بوندري زين بتخوا بورت وقبل ما يخرجوا حسام وامين كملوا حطوا دو زيليمون دو رانجمون انس مويا موديل وبيرو سليم والكرسي متاعو بروكلين. في الشامبر بارون حسام وامين ركبوا شامبر اكوشي ديتانت واللي فيها بونجري افيك دو بورت كوليسانت وفرش افيك تيت دو لي كابيتوني في دنفر ومعاهم زادوا حطوا دو تابل دو نوي وكوافوز. في الصالون ولاد سوتيفاب ركبوا ليفينغ فلوريدا وحطوا معاها موبل دونتري ديفا وكملوا بجنب باب بيت النوم بورت شوسور ميرال ومعاها كملوا حطوا انصابل جيغولي. في الكوجينا ولاد سوتيفاب جابوا تابل سيرينا ومعاها 6 كريسي سبوت. هاي سيمون يرشقاولك هذه الشامبر ديتانت نتاعكم هذه ديتانت اللي انت اخترتها بارابور دونك لي ميزور انا لو موديل اخترت وزيد لي ميزور معناتها قعدت نختار في الارموار بارابور ديمونسيون دونك اخترت لا بورت كوليسانت في لونكومبرومون اللي عندي في الزون هذه باش تجيني قد قد ديجا فما بلوزيور ديمونسيون قعدت نحاول نلقى شنو هو لو شوا اللي يجيني قد قد هذه الحاجه البالي في سوتيفاب كيما جيت بحذانا انت في الشاوروم تاعنا شفت تلمو عندنا فاريتي نتاع دي برودوي الشيء اللي خلاك تعمل كومبوزي لي كومبوزي شامبر كيما تحب انت كيما عملنا في الشامبر دونفون خذينا الفرش توين بلس لي ايتاج لي 3 لي سوبرپوزي وزدناه البوندري زين بونفون افيك دو زليمون انس اي البيرو سليم في الكوزين خلينا طابل سيرينا متر 20 مع سيشا سبوت هذوكم لي ديمونسيون صغيرات خاطركم كوجينا صغيره شتي اوبليجي دو شوازير حاجه في الظريف سبوت ظريفات وخفيفات وفي في الصالون خلينا ليفينغ فلوريدا مع الموبل دونتري ديفا افيك الميروار فرد فينيسيون فرد كلهم فينيسيون فرد مي فينيسيون اي اون بليس خذينا البورش سور ميرال وانا زادا كيف كيف ما خذيتش اون تابلو باس باغ كونت خذيت لي تابل جيغون جو ليزي كومبوزي مع بعضهم بور افوار اون تابلو باس خاطر ليسباس صغير باش مابداش فما اون تابلو باس فيكس دونك باش تنجم هي باغ اكزومبل تحركهم من بلاصتهم الكل باش تخفف لاليج ليسباس اللي عندها هذاك الافونتاج كي تجيب احلام في سوتيفاب الشيء اللي يسمح لك باش تكومبوزي برك الله لا كوليكسيون اللي تري فاريي تمشي مع كل شيء معناتها لي زيسباس الكل لي سيرفاس الكل اي الاذواق الكل مالا نمشيو نشوفوا الاولاد شنو عملوا في الشامبر والله جهاد باش نشوف شنو الريزولتا عباره بابا عليك ديزاين مودرن وبكاليتي ممتازه وبدي موديل مواكبين لاحدث الاصدارات في عالم الالكتروميناجي نجحت مون بلون في انها تتصدر قائمه الشركات الالكتروميناجي في تونس ما فماش تونسي ما يعرفش مون بلون وما شراش نهار اكيبمون مون بلون وهذا ما ينجم كان ياكد
المكانة الكبيرة اللي تحتلها مون بلون عند التوانسة بالبونكتواليتي المعهودة. اليوم جاونا إكرام سالم ونبيل، ركبوا أود ديكوراتيف 60 سنتيمتر من الموديل الجديد متاع مون بلون فيها 3 فيتيس وتخدم بالكوموند انفراروج. حطوا فورن فونكسيون نوار افيك دوبل فيتراج وفيه دي بوتون دو سيكوريتي وما ياكلش الضوء. بعد سالم ونبيل كملوا ركبوا ماشينة لافي 6 كيلو زادة في النوار، ماشين نوفو ديزاين فيها برشا ابتكار وتعمل ميل تور في الليسوغاج. جابوا فريجيدير 350 لتر. الله عينكم، مرحبا بك، صحة خويا، خلطت علينا مازال قاعدين نركعوا في ليزارتيك. هاي تري بيان. دونك هذوما الباك اللي انت اخترته كله في النوار. في النوار، اون كوليكسيون في النوار و... والفريغو في الروج. هذه قعدت السنة فيها في الروج. في الونيون جات قطعة. ياسر جاتك مزيانة مع الكوجينة. دونك الموديل هذا 350 لتر في الروج. اللي قاتينا كيفو ديجا في البلون في النوار في الكري. فما في لي نيونس كل ديسبونيبل. فوالا. مي سينو عندك الباك في النوار، الأود ديكوراتيف، 3 فيتيس. فيتري فوالا عندك البلاك اللي مازال ما ركحيش فيتري نيتواياج زين برشا حتى كي تتكب عليها حاجه تنظف سيلمون جوست حاجه مبلوله تعدي عليها الوماج الكتريك دونك والفور نوف فونكسيون في النوار دوبل فيتراج فيها فيشور كيما قاعده تشوف في مينوتري فوالا والكونسيون فال ارتيك هذو كم بوتون سيكوريتي للصغار تحط الفونكسيون اللي حاجتك بها والوقت دور وترسع باش 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 الصغار ما يفيقوا بيهم ما يبرشوش ما مظاهرين ما ديجا يسون ديسكري ماشي على في 6 كيلو في النوار مزيانة تعمل 1000 تور في ليسوراج وفما كيفها في البلون في الغري ما لقعت كان البوز نتاع البلاك جوست نعيط نبيل اللي كامل يركحها نمشيو على رواحنا تري تري بيان ميرسي بوكو يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه لا بروشين. سوسيتي تلقى فيها كل الماركات العالميه من توشيبا للتليفون كالجري الميجا ستار وغيره بديزارتيك المتنوعه وبتلفز متوفره بالاحجام الكل في ماركات توشيبا والتليفون المواكبه لاحدث انواع التكنولوجيا. اليوم يجيونا سوسيتي اندستري ميجا تلفز افيك سيستيم اندرويد بازيك وسمارت كاليتي الترا اتش دي 4K واللي متوفرين في لي غران سيرفاس وعند لي ريفوندور د الكتروميناجي. ولات سوسيتي اندستري ميجا جابوا لدار الحمامات تلفزه تليفون كان 32 بوص او 63 الغارانتي نتاعها 3 سنين. تلفزه حطوها في بيت الصاله واللي نلقاو فيها ريسبتور انتيغري ويكيبي زاد بتكنولوجي دو سون دولبي ديجيتال بلس. كي نقولوا دي سبوت كي نقولوا دي سسبنسيون كي نقولوا دي لومباتاب وغيرو نقولوا ايغلو واللي توزع فيها في تونس سكاي ديستريبيوسيون لومينير في داري ديكو سنات عدى لمرحله اخرى غراس ايغلو. ايغلو ماركه اوتريشيان عالميه تعتبر ليدر في عالم اللومينير. ولات سكاي ديستريبيوسيون جابوا لي سسبنسيون ولي زابليك ولي لومب دو تابل اللي فيهم كيما العاده برشا ابتكار وبرشا ريشيرش. بعد تركيب اللومينير اليوم الرونديفو مع برقاوي ريدو واللي عاودونا بذوق رفيع وعالي وبرشا فيانا. خالد وضحى برقاوي جاوا الحمامات وجابوا معاهم دي ريدو من احسن ما تنجم.
يا اهلا بيك. ديما توش فينال عندك هيلا. اي ديما ما ثبت فيها شو عمل شو عملش. يعطيك صحة على اللي عملته بالكل. انا بدلت شوية انت. بدلت شوية والشدة متاعكم جديدة ما اول مرة. هي مش جديدة راهو هي تعرف موجودة من قبل. ستيل. ستيل. اما هي تتخدم بدو ميثود. فما الميثود هذه اللي هي بشدين القماش وكهو تتشد الفوق. دونك عندنا لي بلي نتاعنا مع لي بوزور نتاعنا يعرفوا كيفاش يطويوها. وفما حاجه اخرى تخدم بروفليت. اما الفينيسيون راهي نتاع هذه احلى خاطر هذه اخشن لي بوند نتاعها خشان. القماش نتاعو نتاع الصاله نتاع الكوجينه اللي هو يمشي في الصاله يمشي في الكوجينه. التوال هذاك انت تراه من برا كانو توال. الو هو بلاك اوت وبالكربون هذاك. يعني ما يتبلش ما يشربش الماء. دونك في الكوزين لوتيزاسيون نتاعو باهيه. صحيت. بالنسبه للصالون كي تراه كانو توال. وما ماهوش وساخ معناها يحمل له صخره. ولا فابر او في الماشين لافي ما يصير له حتى شيء. مشيت شفت لي كوسان وكا جبتهم لك لي كوسان لو تيم نتاعي اكزوتيك هذوكم او هذوما مازالوا ما كملتهمش نزوم انت مغطي عليهم. اي ما حطيت انا زوز وتو شو نكمل هذوما. باهي وانا اخترت وقت عملت ان ريدو لو فيغ زاد كيف كيف ان فيغ ان اوني اي خير ما مش لازم لا فما اللي يحب لا فما اللي يحب كيف كيف هكا خير هكا واحد لليد زوز للبنايه وزوز للولاد. اي لا الاخرين هبوا غادي وهذوما باش نكمل عيشك 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 تمشي نكملوهم من الاخرين. بوبلي ستار من صفاقس شدوا ثنية ديريكسيون الحمامات. عودونا بديزاين مبتكر، عودونا بستير راقي، عودونا بابي بان بيرسوناليزي في برشا اجتهاد وبرشا ريشيرش، وعودونا بجديدهم مفاجئاتهم. مصفى وصابر بيبليستار ركبوا في المير ديكوراتيف متاع السالون. بابي بان ابستري عطى برشا ارموني مع الديكور متاع الصالة. في الشامبر انفان لسقوا ولاد بيبليستار بابي بان بيرسوناليزي تيم فوري. بيبليستار بعد ما كملوا لسقوا لي بابي بان تعداو للشامبر بارون. جديد في دار ديكو في دار الحمامات يجي مع لايت بوكس ليمينو. نجم تبدل الفوتو نتاعو وقت ما تحب. اللايت بوكس هذا نشوفوه في لي غراند سيرفاس وفي لي بوتيك لكن برشا ما يعرفوش اللي تنجم تركبه في دارك باش يعطيك تابلو من وراء العقل. هو احسن ريبريزونطون للعلامه التجاريه كونفورتكس ولا سوتيم كيما برشا يعرفوها. هو اللي جينا ويجيب معاه برشا ضحك وبرشا جديه. اكيد عرفتوني نحكي على رستو. كونفورتكس واحده من الشركات اللي نجمو نعتبروها اكثر من شركه داري ديكو. شركه ليدر في عالم الموس كسبت ثقه التوانسه غراسو برودوي اللي تقدم فيهم. في كل دار روستوم وكونفورتكس يودوا العائلات باخر واحسن لي ماتلا. واليوم في دار الحمامات اكيد ماهمش باش يحيدوا على القاعده هذه. في الشامبر بارون روستوم جاب المولود الجديد متاع سوتي ماتلا اسمها ماتلا تكس. الجارانتي متاعها 10 سنين. ماتلا الموس متاعها دو اوت دونسيتي وتعيش سنين وسنين. بالنسبه للبيت الصغار روستوم كمل جاب 3 ماتلا غوسوغ كيما العاده لي ماتلا اورتوبيديك يرتحوا الظهر ويخليوا الصغار يرتاحوا وقت النوم. هاي مصطفى يا ليلي واش نحكيت لايت بوكس هاي عجبك شي والله هي مش عجبني هذه فيوزا ارتستيك هاي هذه خدمتك بريس كملت هي ركبنا البابي بان ركبنا التابلوات ركبنا الدين الكل كل شيء مليك ضبطوا برشا وهذه لا سوربريز قلت لي خلي هذه خليها اخر حاجه ديجا باش قلنا لك شنو الارتيكل باش انت عملت شويه نتاع اللايت بوكس هو يمشي اكثر في الكوميرسيال وكل شيء يمشي سيرتو لي بوتيك وفي البنوك لي زارير كيشي اكسترا مي احنا تحاين عليها شويه دوميستيك دوميستيك خاطر نخدموا حاجه بيرسوناليزي نجم نعمل تابلو كيما هذا كيما انت زاد طلبت التابلو تاع الفامي لو كادر ينجم يركب في اي بلاصه في اي بلاصه معني الكادر اللي ستركتور نتاعو كيما ترى لهنا ترى نحي مدام نحي ترى هي باش نخليها هكا الستركتور نتاعنا اللي كادر اون الومنيوم اي فهمتني ديجا اسي ليجي وتركيبه نتاعو فاسيل برشا معني ديجا انت لهنا لا نحب نجرب ليه تحب تركب هذاك باهي ركيب لهنا عندنا الجوان سيليكون اللي يدخل في الـ في الـ طبعا جوان حافظ ديجا يستنى فيه ولا فونتاج نتاعو تاع اللايت بوكس هذا اللي ستركتور هذه تو بو لا غاردي وتعيش لك برشا اللايت بوكس نتاعك حاضر ميرسي امورك واضحه هذا يستحفظ عليه نفسر لها سي سامبل ما نجبد نخرجك تجبد تخرج من هذا الكوان من الكوانات
يجي معك. هذه تتطوى ما فما حتى تتطوى ما حتى فما حتى مشكل. دمنا كملنا توا جوست نحب ندجاجي والماتريال نتعاوني نرجعوا الفرش جوست بوغ فوار لونسومبل شنو عطانا. داكور. اوكي. وي ام دونك اتاشي برشا العائله نتاعها. فهمتني؟ دونك سواء صغارها ولا السيبارون ولا الوالد الله يرحمه. وقت يجي ولاد كرونوفاب نعرفوا اللي موعد تسليم الدار ما بقالوش برشا. كرونوفاب من تنظيف الديار، التنظيف الكوجينات، التنظيف حتى الكراب. كرونوفاب مختصه في تنظيف كل شيء يجي على بالك، والنتيجه ديما تكون اكثر من ممتازه. رفيق وليكيب نتاعو دخلوا للدار ومعاهم ماتريالهم ولي برودوي نتاعهم وبداو في النيتواياج. سفيان كرونوفاب بدا من البلايص اللي فيهم بقايا بتاع دهن وسيمان، نظفهم بالماشينه فابور. الماشين هذه توصل فيها درجة الحرارة لأكثر من 190 درجة وما يقف قدامها حتى نوع متاع وسخ. إكيب خونوفاب بعد نظفوا السال دو بان والكوجينة وتعداوا البيت الصالة كما العادة بالمونوبروز لكرينو جديد اللي أضافوه خونوفاب السنة كان في الموعد وعطانا إكسيلون ريزولتا متاع لوستراج. جيرات لاغ دو لا ميزون بلاصه تنجم تلقى فيها كل عروسه شي تحب وبدي بخي بيان اتيدي شوا متنوع وفي برشا ابتكار يحطوا جيرات لاغ دو لا ميزون على ذم الدار ديكو. ولاد جيرات لاغ دو لا ميزون جاوا للدار وجابوا معاهم لي بيس ديكوراتيف ولي زارتيكل اللي اكيد باش يدخلوا برشا فيانا على ديكور الدار. اهلا بك يا ليليا. ياسين شحوالك؟ سافا مرحبا بك. عايشك؟ سبقت لي سبقت لك هذيك ديجا اول حاجه انت كما ديت هاك ديجا تبربش فيها اللي قعدت قداش انا نختار في الشابو سورتي على سورتو تلقى بليزيور شوا معناها في الشابو تلقاوها بيان سور عندنا في الشوروم وفي الباج باج فيسبوك باج انستغرام. ابار سا كمان جبت لك لي بوف ثم البول دو نيش اللي هي تو حاجه زاد يحبوها على الاخر فهمت. ابار لي ستاتيو هذوك تاع الصغار فايقه صحيت والفايقه صحيت باش تكون تقرا في وقتها حاجات معناها سو كي سور يحبوهم صغار وميم طون معناها حاجه ديكوراتيف تحط في البيت فهمت. زارتيكل ديكوراسيون هذوما الكل معناها نلقاوهم بيان سور في الشوروم نلقاو ان لارج شوا موجود فيهم وان شاء الله بيانتو عندنا بروموسيون لا ايمات جايه توصل حتى 30% ان شاء الله باش هكا موا الكليوناتنا كاو الناس مع السول سي نورمال زاليني السول حتى اللي باش يجهز الكل شيء بيان سور تنجم كل سوا تجي للشوروم ابار سا كالعاده الباج فيسبوك باج انستغرام كل شيء معناها يوصل لك بالضبط يوصل لك الباب كيف ما توا دونك نمشي نجيب بقيت لي زارتيكل تشوفهم تشوفوا تحطهم تركحهم اوكي في صافي ما تبتاش عليا اوكي ليليا اهلا بك صباح جيناك اخر النهار مرحبا والله مش اخر النهار انا بدي تفضلوا بحذايا في صالتكم تفضلوا بحذايا في صالتكم صباح الحمد لله مازلت عندك شويه فورمه والله مازال مش في فورمه اوني كاو كلنا ليكيب كامله اللي كاو مش كان واحد بون اخترت اليوم صالون لندن في الستيل كونتمبورين فينو برشا هنشوف لي ديكوب في الخياطه في لي ديتاي فريمون لا فينيسيون الي بارفيت الحقيقه الصاله ياسر مزيانه روبوس صالون لندن مزيانه برشا الموسم تاعها بروميير شوا بون انت شفت عندنا في الشوروم تاعنا في المنيه عندنا دوتغ موديل في في الكونتمبورين تبارك الله اللي اون لي سيباري ديما وي ديما شكون ما تختار حتى في لي شوا دو كولور زاد كيف كيف فريمون معناتها يسالين افيك تو تو معناتها تو لي جو معناتها تعرف شنو نحب نقول اللي يحب يشوف الشوا اللي عندنا راه عندنا ان لارج شوا كبير برشا برشا يلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا بوا دو فيوليت لي ستيل الكل يلقاهم ونخدموا سيغ ميزور يختاروا لي كولور يبدلوا كولور كيما يحبوا يدخلوا في الكوسيناج بيرسوناليزاسيون بارابور او ديمونسيون اي للبزوان نتاع لي فينيسيون معناتها لي تكستور وديما نقول الكاليتي مضمونه تبارك الله احنا نعطيو ديجا غارونتي كان قالوا لك الكونسيير نتاعنا غادي الغارونتي من 3 حتى 5 ans ولي بروموسيون اللي حكينا عليهم قبل مازالوا متواصلين اللي كنا جيسكو 40% الكل يشوفوهم على الباج فيسبوك بوا دو فيوليت ولا يجيو للي شوروم تاعنا عندنا فيلم نيهله فوالا كيف كيف عندنا فيلم نيهله في سكرة في نابل وبروشينمون ان شاء الله في سوسة واللي يحب اي انفورماسيون اخرى على نمره التليفون 29 29 29 53 دونك الباج فيسبوك والكونت انستغرام بوا دو فيوليت اعمل سورتو لي ريزو سوسيو موجودين وي هاي سليم ومريم بلي تعملوش معايا كيف نكمل نحطو لي زارتيكل دو ديكوراسيون باش هكاك نفكرو نعطيو دويرتنا ونتهنيو كل بيان سور عايشكم عايشكم هاي سي روستو ماي
هاي لله. كل مرة كي انت تجيب لي حاجة تزيد توغبش لي مخي. لا المرة هذه عاد جبت لك النوفوني متاع كومفورتكس. تقصد على هيد؟ لا هذيك البيبي متاع النوفوني. النوفوني على البيبي. تذكر وقت اللي جيت بحذايا البيرو انت وليليا تختاروا في الموديل قلت لك ما تختاروش راني عندي نوفوني باش نخدموا به الحلقه هذه باش نمتعوا لو جون كوبل اللي هو تعب على الاخر. هذه المتلا اسمها المتلا تكس اعطيني البيبي نتاعها باش نفسر لك فوالا المتلا تكس اللي هي موجود فيها لي روسور اون ساشي اللي هي في الميزور هذا متاع 1.90 1.60 750 روسور او اللي في حد ذاتها كما تعرف من قبل اللي الروسور اون ساشي يعمل لانديبوندونس دو كوشاج الماتلاتكس هذا تفرج عليها هذا اللاتكس موس لاتكس هذا هو اللي اسمه لاتكس هذاك ريتو قداش سوبر قداش ناعم قد مع لي روسور اون ساشي هذا هيك تتفرج انا جبت لك لي شونطيون باش تشوفوا ريت قداش مو بلي ها ريتا ريت قداش طيارة هو بيدو هذي إيفكتيفمو احنا شو نقولو نقولو المات لاتكس متاعنا اش فيها فيها الكوش متاع اللاتكس الموس سبيسيال هذا البيرفوري منا ومنا اللي هي في حد ذاتها نقولو زادا شي رصيف وشي رشتا اللي الناب ديما العبيت دوري نافوم شنو اللي ومفسرو لهم باللي كوب هذوما انا وياك اللي الناب راهي فيها الكوتون كل ما تلا قداش فيها جراماج متاع كوتون في في الفاسيتي واللان في الفاسيبال تسوي هذا لامي تيست هذا يدخل أي إنسان على الإنترنت توشوف النوعية متى تسوي هذه إفكتيفمو شنية الكاركتيرستيك متاعه لانتي ستريس لانتي فاتيك هذا يجبناه للجون كوبل إن شاء الله يا ربي تكون بالعمار ليلة موما الدار هذه باهي للزنفان خلينا لهم الماتلا متاعهم ولي قارنتي متاعهم خليتهم وهذا أرقد وارتاح سيد مخرجة نهزو للكاميرا مانا كيف شي هزهم كل الكل الكل تخرج برا لله صحة فرحة عايش لي أختي يا ربي ربي خليك وإن شاء الله ديما هكا وما زلنا مش نزيدو جديد زيدة سي نورمال هذه مفاجآت أخرين باش نتقابلو ما هيش مزيد باش نشوفو خليك تو ماي باهي 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 باهي